السلام عليكم إخواني أخواتي في درس وحلقة جديدة اليوم على قناتكم ديزاتاك. في حلقتنا اليوم سوف نشرح كيفية حل مشكلة عدم إقلاع الويندوز النسخة رقم 10 بدون فرمطة الجهاز عند القيام بتشغيل الويندوز الخاص بنا سواء على أجهزة اللابتوب أو أجهزة البي سي. تظهر لنا رسالة الخطأ التالية: Automatic Repair, Your PC did not start correctly. إذا ضغطنا على Restart سيقوم النظام بإعادة التشغيل وتظهر لنا نفس الرسالة. المشكلة هي تلف بعض الملفات في نظام الويندوز، والأسباب كثيرة، لكن السبب الرئيسي في هذه المشكلة هو إطفاء الجهاز مباشرة من زر التشغيل، نفس الشيء عند انقطاع الكهرباء. والأسباب الأخرى هي فيروس الاختصار Short Cut Virus. تابعوا معي الشرح وطبقوا خطوة بخطوة لحل هذه المشكلة. نضغط على Reset My PC، ثم نختار Troubleshooting، ثم Advanced Settings. الخيار الأول يقوم بإصلاح المشكلة بدون أن تخسر ملفاتك، لكن هذا فقط تجده في النسخة الأصلية للويندوز. أما أنظمة التشغيل التي نتوفر عليها حاليا تحتم علينا مسح جميع الملفات الخاصة بنا سواء كانت صور أو فيديوهات. الملفات التي سوف تحذف هنا في حل هذه المشكلة هي الملفات المثبتة على قرص السي فقط. لاحظوا معي ماذا يحدث إذا اخترنا الخيار الأول. يعطينا خيارين: إما Reset أي إعادة تشغيل النظام، أو Continue أي متابعة. نضغط على Continue يرجعنا إلى القائمة الأولى، وإذا ضغطنا على Reset سوف يقوم بإعادة التشغيل ويعطينا نفس رسالة الخطأ. إذن علينا أن نختار الخيار الثاني، لا توجد طريقة أخرى. نضغط على Remove Everything. ثم نختار الخيار الثاني Fully Clean My Drive. ثم نضغط على Restart. الآن يقوم النظام بإعادة التشغيل لتطبيق الأوامر التي قمنا باختيارها. الآن يقوم بإعادة عمل ريزت للنظام، أي إعادة بناء بيانات النظام التالفة من جديد. ننتظر حوالي 15 دقيقة تختلف من جهاز إلى آخر. تلقائيا الآن يعيد تثبيت النظام Installing Windows. بعد التثبيت تظهر لنا واجهة تثبيت الويندوز. نثبت الإعدادات بطريقة عادية، إعدادات النظام الخاصة بالوقت والمكان والشبكة إلى آخره. ثم إعادة التشغيل. ثم في هذه الواجهة نكتب اسم المستخدم الخاص بنا. اكتب أي اسم كما تريد، على سبيل المثال سوف أكتب دي اس. ثم نضغط على Next. ننتظر حوالي 5 إلى 10 دقائق ومبروك عليك نظام الويندوز من جديد دون الحاجة إلى الفرمطة.
إذن الحل الثاني هو عن طريق فرمطة الجهاز، لكن هذه الطريقة هي الفعالة والأسرع، فالمشكل هنا فقط تلف في ملفات السيستم.